هالثقة المطلقة يلي عنا إياها بالرب، هالثقة إنه لو شو ما صار الرب ما رح يتخلى عني، ما رح يتخلى عن شعبه، ما رح يتخلى عن إخوتي. وأنا كتير على قلبي اليوم أصلي أنا وياك إنه 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 بقلب الضيقات يلي عم نعيشها نرجع ناخد الرب على حياتنا. هون عن جد هيك كتير على قلبي أنا وياك. ادعي كل مين عم يشوفنا، كل مين بهاللحظة عم بيشاركنا بهالوقت الصلاة، بدعيكم عن جد إنه نرجع ناخد إلهنا على قلبنا، ناخده على حياتنا، ناخده نخليه يرجع يدخل بمنطقنا، يدخل بطريقة بتفكيرنا، يدخل بقلبنا، يدخل بنظرتنا للأمور، يدخل بطريقة تفكيرنا. نخلي الرب يغير، يرجع يجدد، يقيم هالموت اللي فينا. ما بتقول الكلمة إنه الرب دايما عنده مخارج للموت اللي فينا. نعم الرب قادر اليوم كل الموت اللي عايشينه بلبنان وبشرقنا وبعالمنا، الرب دايما عنده طرق والرب بيعمل أمور نحن ما منعينها، لأنه منه إله شو أوف. إلهنا هو إله بيشتغل بالخفاء، بيشتغل بالصمت، بيعرف كيف يشتغل، بيعرف كيف يحميني، بيعرف كيف يعطيني حاجاتي، بيعرف كيف يخليني أعيش روح الانتصار، بيعرف الرب ينميني يكبرني. فبدعيكم عن جد هيك انه نرجع بقلب كل الازمات اللي عم نعيشها ندخل الى عمقنا، الى عمق اعماقنا، ونكون هيك عم نعاين الرب بقدس اقداسه بقلوبنا من جوا، ونترك الرب عن جد يكون هو عم بيخاطب قلبنا، عم بيرجع يحط فينا روح امل، روح رجاء، روح ايمان، ويرجع يكشف لنا عن امانته. امين. خلينا نسمع نحن وياك هيك ترنيمة من خلالها نخلي هيك كل مين عم بيشوفنا يدخل معنا بروح التسبيح أكتر وأكتر. أمين. ترنيمة على قلبي نكون بنرنمها، بتقولوا كده: بنلجأ إليك على طول، بنلاقيك في ظروفنا وهمومنا، بنرميها عليك لأنك أنت إله الأمانة، أنت الملجأ والقوة. عايز شجع كل واحد بيشوفنا دلوقتي، ما تخليش عينك تمتلي بالمشهد بتاع الألم والخراب، ما تخليش ودانك تسمع صوت إبليس، تسمع صوت الشر، لأن الإله اللي وضع له حد هو موجود جنبك، هو موجود معانا، هو لنا ملجأ وقوة، إله أمس واليوم وإلى الأبد. عشان كده الترنيمة كاتبها بيقول: تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. يا رب بصلي أن كلمات الترنيمة دي ما تكونش مجرد ترنيمة، لكن نمتلي بيها كلمات تحطك تاني في مشهد ظروفنا، وتحطك تاني قبل الضيقات وقبل المشاكل، ونقول: الله معانا، الله معانا. تمر السنين وتفضل أمين يا رب وإلهي القدير والمعين. تمر السنين وتفضل أمين يا رب وإلهي القدير والمعين. يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع، إله الأمانة عظيم الصنيع. يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع، يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. بنلجأ إليك على طول، بنلاقيك في ظروفنا وهمومنا، نرميها عليك. بنلجأ إليك على طول، بنلاقيك في ظروفنا وهمومنا، نرميها عليك. إله الأمان
عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع في وقت الجروح في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح ستر المنيع إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع أمين. تعرف كيريلوس الناس حوالينا بتتغير، ويمكن أقرب الناس لنا بأصعب أوقات حياتنا بيتخلوا عنا، أوقات كتير حتى منختبر الترك. في ناس اختبروا الترك بحياتهم، اختبروا يمكن ترك أعز الناس بحياتهم، تركون بأكتر لحظات أني بحاجة لها. قديش حلو اليوم أنه نرجع هيك نعمل قراءة هيك لمسيرة حياتنا على ضوء كلمة الله، ونشوف أنه عن جد الرب ولا مرة تخلى عنا ولا لحظة تخلى عنا. يمكن نحن منبرم ظهرنا ومنفركها منفل، بس الرب بيضله ثابت، بيضل عيني سهران علينا، بيضل قلبه سهران علينا. هل اختبرت هالشي بحياتك؟ اختبرته في أكتر من موقف، فيهم المواقف اللي كنت بقول الموضوع سهل، الله يقدر عليها، فكأني كنت بسيبها على ربنا، لأن كنت شايف أن يا رب موضوع تقدر أنت عليه. واختبرته في مواقف تاني كنت الحقيقة شايف أن حتى ربنا موضوع كأنه خارج بره السيطرة، أني لو كنت هتقدر تعمل حاجة كنت عملتها. في وقت من الأوقات من كام سنة عدينا كأسرة باختبار صعب قوي، ووصلت فيه زوجتي للموت. كان وقت كوفيد، كانت حامل، كان في الشهر السابع وجالها كوفيد غريب. في خلال يومين كان مدمر ربع الرئة تقريبا، وابتدت تدخل في كوما، وابتدى الحالة تسوء. وكنت في الوقت ده حاسس ان يا رب معقول انت فين في المشهد يا جماعة؟ صلوا من اجلنا يا كنيسة، صلوا، ونبعت للكنيسة صلوا. وكل ما نصلي الحالة بتسوء درجة أني في المستشفى جم قالوا أن احنا بنعتذر منكم، أنتوا لازم تفلوا. قالوا لهم إزاي نفل؟ فراح أخذني الدكتور على جنب وقال لي زوجتك معاها يومين وتموت، وإحنا ما نقدرش أن هي نسمح أن هي تموت هنا في المستشفى، خصوصا في وقت كوفيد. وأنا كنت واقف بقول لربنا أنت فين؟ معقول؟ إزاي أجي أنا وزوجتي أروح لوحدي؟ ازاي؟ ومش فاهم ومش عارف اعمل ايه. في الاخر قالوا لنا في مستشفى قبلت الحاله، بس بقول للرب بعد ما يقبلوا الحاله، لو هي دي الحاله ايه فايده ان مستشفى تقبل الحاله؟ نقلونا على المستشفى الثانيه، واول حاجه حصلت لما رحنا هناك ان احنا فقدنا البيبي، وكان في الشهر السابع، والدكتور حاول ان هو يعمل اي حاجه بس فقدنا البيبي، وده كان أول فقد. وأول فقد ومش قادر حتى أستوعبه
لان انا لسه فقدت البيبي، لسه انا لسه واقف قدام زوجتي ان انا مش عايز افقدها هي كمان. فكاني بحارب مع ربنا وبقول له انت لازم تبقى موجود في المشهد. فاكر اني كنت قاعد، كان المستشفى هي على السرير وانا نايم على الارض، وما كنتش بنام كتير، بقول يا رب انا عايز اشوفك في المشهد. انا مش عايز ادي لابليس فرصه انه يشككني في امانه الله وياخد المشهد، وياخد هو المشهد. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت هتبقى امين حتى لو انا مش فاهم، وحتى لو انا فقدت، انت امين. امين امين. فقدام المشهد ده لقيت في جزء من ترنيمه بيجي جوايا كده، وابتديت اقول، وما كانش حد في الوقت ده عارف ايه اللي احنا بنعدي فيه. هي إلا الترنيمه الكنيسة. هي الترنيمه، الترنيمه بتقول كده عدد فيها ومعديها بلا اجابات، يكفي وجوده مليني ثبات، اسمها شابب على طراطيف عنواني. شويه مصطلح شابب في مصر معروف، شابب على طراطيف عنواني يعني واقف على رؤوس اصابيعي، واحد العنوان بتاعه أسود فواقف هنا فمش شايف حاجة خالص، فالعنوان بتاعه بيقول موت، العنوان بتاعه بيقول هزيمة، العنوان بتاعه بيقول انسحاق، العنوان بتاعه زي ما كاتب الترنيمة بيقول شارب مر، لكن كاتب الترنيمة بيقول شابب على طراطيف عنواني، وكأن رافض أن يكون ده العنوان اللي بيصدره إبليس في حياتي. فأنا عايز أشوف منظر تاني، عايز أشوف ما وراء العنوان، فشايف منظر مختلف، شايف إله قدير كشف لألك الرب ماسك إيديا. آمين. ففي الوقت ده كانت دي صلاتي، أنا مش فاهم، أنا مش شايف، لكن يكفي وجودك أنت مليني ثبات. واليوم ده زوجتي حصل معاها معجزة، استردت وعيها بعد ما كانت في حالة صعبة قوي. آمين. وابتدى وظائف الجسم ترجع للطبيعة، اشتغل. وابتدينا نعدي الأزمة دي بترنيمة. فاللي خلاني دلوقتي بحكي عن الوقت الصعب وأنا مبتسم، لأن الله اداني في وقت الصعب ده ترنيمة. أمين أمين. فالوقت الصعب خلص، لكن أمين. الترنيمة مكملة، وادانا حياة جديدة، وادانا بنوتة اسمها حياة، اسمها هيا. وكان ربنا بيقول إن دي بداية الحياة الجديدة. أمين. قديش حلو انه هالشيء، هالاختبار يلي شاركتنا فيه هو اختبار عميق وحقيقي، واختبار ثقه. قديش حلو انه هالاختبار هو بيطبق على ظروف حياتنا كلنا سوا، انه قديش مهم انه نضلنا 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 ثابتين ونقول للرب. لمسنا شيء كثير حلو قلته، انه نسمح للرب انه يضل هو بالمشهد، انه استدعيته يكون هو بالمشهد، يكون هو كل شيء بالمشهد، يكون هو البداية والنهاية، ويكون هو إيده بهالمشهد. هيدا شو بتتغير إشياء بالوقت يلي منعيش مع الرب ومنعيش بدون الرب. شو بتختلف؟ بيختلف المشهد كلياً، بيختلف يعني. صح. مين بيمتلك المشهد في حياتي؟ هحط ظروفي وحط عدو الخير هو اللي هيتحكم فيه. أمين. هحط ربنا في المشهد، صدقني يا أبونا، مش حتى لو مش فاهم، احنا مش مطالبين ان احنا نفهم كل اللي ربنا بيعمله معانا، ولا في يوم من الايام هنفهم كل حاجه بتحصل في العالم، بس احنا مطالبين ان يكون عندنا ثقه في الاله اللي احنا بنعبده، ما نكونش بنقول بس الله ملجا وقوه، نكون بنختبر ان هو ملجا وقوه بجد. ده شيء بيتطلب تواضع حقيقي تنقدر نفهم كل الامور، ونفهم الامور بعيون الرب مش بعيوننا نحن. وهون كثير كثير مهم انه نفوت بروح تواضع حقيقي قدام الرب، حتى نقدر نفهم مشيئته كمان، شو هي مشيئته بقلب المشهد بحياتنا. لمشاهده المزيد من الحلقات زوروا 77 بلس.